الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا في هذا الحديث دليل على وجوب الحفظ على حفظ الأوقات واستثمارها وعناية الإسلام بمسألة الوقت، وأن لا ينبغي تضييعه ولا تفويته بالاشتغال بما لا فائدة فيه. فالأوقات أعظم شيء أمرت أنت بحفظها، فلا تكن هي أسهل الأشياء ضياعا عليك. ولقد فرط كثير من الناس في هذه النعمة التي يغبن عليها الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولأهمية الوقت واستثماره جعل الله عز وجل الوقت من جملة الأشياء التي أقسم بها في كتابه، فأقسم بالفجر والعصر والضحى والليل، وكلها من أجزاء الوقت. فعلى الإنسان أن لا تمر عليه لحظة من لحظات حياته إلا في خير. فإن تعب جسدك من عمل الخير فلا أقل من أن تعمل فكرك في التفكر، فإعمال الفكر لا يتعب الإنسان، المهم أنك تكون في طاعة. فإذا تعبت من الصلاة، تعب لسانك من الأذكار، تعبت من التأليف، تعبت من التعليم، فلا أقل من أن تتكئ على أريكتك ثم تقلب بصرك في السماء والنجوم والجبال والشجر والدواب، وتتأمل الناس وتتأمل الحياة الدنيا والآخرة. فإذا لا ينقطع طريقك إلى الله عز وجل حتى ولو بالتفكر والتأمل. ولا نجد المبرزين من الناس إلا من حافظ على وقته.